السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من حواء. ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، كل عام وحضراتكم طيبين، فرحوا واتبسطوا وأدوا أيام العيد، ربنا بيحبنا وإحنا فرحانين. وطبعا حجاج أنهوا كتير من أركان الحج، وبتبقى عبادة الله وقصد رضاه هي الغاية التي لا تنتهي إلا حين يلقى الإنسان ربه. علشان كده مهم جدا أننا نقف مع نفسنا وقفة دايما بعد مواسم الطاعات، بنقف كده وقفة خاصة بعد نهاية موسم الحج، سواء حجاج بيت الله الحرام أو غيرهم من الناس اللي ربنا لم يكتب ليهم فريضة الحج. فالوقفة دي بتكون علشان نستشعر إحنا كبشر قد إيه ربنا عايزنا قريبين منه، ومسؤولية قربنا من ربنا المفترض تكون إزاي نكون حريصين ونستمر في هذه العبادة، عبادة الله والطاعات، وربنا يتقبل مننا صالح الأعمال طوال أيام السنة، ما يبقاش بس في مواسم الطاعات. ده اللي هنعرفه النهاردة، ولكن خلونا في البداية نرحب بضيفتنا الموجودة في الاستوديو دكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية. كل سنة وحضرتك طيبة ونورة. حضرتك طيبة يا أستاذة سالي وجميع السادة المشاهدين والمسلمين في العالم العربي والإسلامي والعالم كله بكل خير وسعادة يا رب. اللهم أمين. موسم عظيم، عايزين بعد الموسم ده نبقى مكملين على الطاعات، سواء حجاج بيت الله الحرام أو إحنا اللي ربنا ما كتب لناش فريضة الحج، نعمل إيه؟ ماذا بعد الحج؟ ماذا بعد الحج؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحد العلماء لخص لنا فريضة الحج في أربع كلمات، قال لنا إن الحج شعار وشعائر وشعيرة وشعور. شعار وشعائر وشريعة وشعيرة وشعيرة ومشاعر 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 وشعور وشعور. تمام. شعار الحج اللي هو التلبية، لبيك اللهم لبيك، وزي الإحرام. تمام. ده أول حاجة. الشعائر اللي هي الطواف والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بجبل عرفة والرمي وكل مناسك الحج اللي احنا بنقوم بيها. طب المشاعر هي الأماكن اللي احنا بنأدي فيها هذه الشعائر. طب الشعور هو الإحساس بالهيبة وجلال الله عز وجل وتقديسه، وكمان الشعور بالجمال والأمان اللي بيشعر به الحاج أثناء أداء فريضة الحج. واللي قاله لنا الله عز وجل في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. تمام. دول الأربع معاني أو الأربع كلمات اللي بنلخص بيهم شعيرة الحج. شعيرة الحج. نرجع بإيه بقى من الأربع كلمات دول؟ نرجع بثلاثة. نرجع بالشعار اللي هو لبيك اللهم لبيك، يعني الحاج بيرجع من الحاج وهو ممتثل معنى التلبية، يعني يا الله أنا طائع ليك في كل ما تأمرني به ومنتهي عن كل ما تنهاني به. نعم. وان الامر مش مقيد بان انا هناك، لا انا في كل مكان عبدك، سواء كنت عند الحرم، سواء كنت في بلدي، سواء كنت في بيتي، فانا متلبس بمعنى التلبيه اللي هو لبيك اللهم لبيك. نعم. في كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان. هنا التلبيه تلبيه نداء ربنا لينا ان احنا دايما نكون قريبين ليه. التلبية ممكن نحملها على معنى هو تلبية نداء سيدنا إبراهيم بعد ما فرغ من بناء البيت، فربنا أمره بأنه يؤذن في الناس للحج يأتوك. نعم. رجالة، فبتحمل المعنى ده، وبتحمل كمان ان انا باخبر الله عز وجل عني ان انا طائع ليك في كل شيء، وعشان كده انا سبت اهلي وبلدي واولادي وجيت علشان ادي الفرض اللي الله عز وجل امرني بيه. نعم. تمام. طيب ده كده الشعار، هنرجع بالشعار. نعم. طيب الشعائر اللي هي لو فكرنا في معنى شعائر الحج هنلاقيها كلها بتشتمل على اتقان، عمل، حركه، نظام، احساس بالاخرين. كل شعائر الحج بتؤكد المعنى ده وبترسخه في نفس المسلم. نعم. فهو هيرجع بمضمون ومعنى شعائر الحج. تمام. دي تاني حاجة هيرجع بيها. تالت حاجة هيرجع بيها الشعور. الشعور اللي هو الشعور بهيبة الله عز وجل وبتقديسه وبإجلاله اللي بيبتدي بيه واللي بيوصله بعد كده لشعور الجمال والأمان لما يستلذ بالعبادة ويفعلها عن طيب خاطر كده وعن حب. نعم. فدي أربع حاجات، تلات حاجات هيرجع. نعم. بيهم الحاج من أربعة.
طب ده بالنسبه للحاج اللي ربنا اكرمه باداء فريضه الحج وادى الفريضه. وادى الفريضه. طب بالنسبه بقى اللي لسه يعني الحظ لم يحالفه ان هو يسافر يؤدي فريضه الحج، اللي قاعد في بلده كده وروحه متعلقه بهناك، ده ايه؟ بس ده طبعا يعني استفاض في العباده وفي الصيام وفي ذكر الله تعالى في الايام العشر من ذو الحجه. نعم. اللي كلنا ان شاء الله يعني ايه عملناه. نعم. يعمل ايه بعديهم بعد الحج بعد انتهاء الموسم ده؟ عارفه اللي بقى بين بيت جميل كده وقعد طول الفتره الوقت عمال يرتب فيه ويجمله ويزينه. بعد ما بيخلص من تزيينه بيعمل ايه؟ بيبتدي يفرش بيحافظ بقى ويحافظ عليه. فهو عليه بقى ان هو يواظب ويحافظ على كل العبادات اللي يعني بذل فيها جهد اثناء العشر الاوائل من ذو الحجه. تمام. وما يجيش مش بعد ما ينتهي موسم الطواف يقول خلاص بقى انا هتخفف من العباده، لا، عليه ان هو يواظب عليها. والقران الكريم في المعنى ده قال لنا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا. يعني مش بعد ما اسست شيء جميل اجي في الاخر واروح فكه وهده كله. فعلى الانسان اللي ما ذهبش الحج ان هو يحافظ على العبادات اللي كان ملتزم بيها اثناء فتره العشر الاوائل من ذو الحجه. هنا بتقول لنا انه لازم يكون عندنا مفهوم الثبات على الطاعه، ازاي اكتسب هذا المفهوم؟ تمام، خليني بس اكد على معنى تاني لازم الحاج وغير الحاج يعملوه بعد انتهاء موسم الحج. نعم. اللي هو ايه بقى؟ اللي احنا بناخده من دعاء سيدنا ابراهيم لما فرغ من بناء البيت. سيدنا ابراهيم واسماعيل قالوا ايه؟ قالوا: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. فعلى كل انسان قدم عباده وبذل فيها جهد واخلص فيها ان هو يدعي الله عز وجل ان يتقبلها منه. تمام. فده بقى بننصح بيه الحاج وغير الحاج، وده من سنن الانبياء. تمام. الثبات بقى، مفهوم الثبات ازاي اكون ثابت وازاي اعرف ان ربنا تقبل مني طاعتي؟ تمام. عشان اعرف ان ربنا تقبل مني طاعتي واثبت عليها، خلينا اقول لك ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عمل عملا اثبته. يعني ايه اثبته؟ يعني كان لا يتركه ويداوم عليه. فمن علامات قبول العمل هو ان انا اكون ثابته عليه وان انا لا اتركه. تمام. يعني انا ربنا مش هيتقبل مني اللي فات الا لو انا كنت بعمله مش فتره معينه، لازم اكون بعمله بشكل متواصل او مداوم. الله عز وجل يحب اذا عمل احدكم عملا ان يواظب عليه ويستمر فيه، ما ينقطعش عنه حتى ولو كان قليل. نعم. فاحنا لو هنشوف علامات قبول العمل ان ربنا يرزقنا الثبات عليه. تاني حاجة إني أجد للعمل ده أثر في نفسي، فيتغير حال الإنسان من حاجة لحاجة. يعني الإنسان اللي كان يعني عنده شوية حاجات بيقع فيها، نعم، بعد ما يواظب على الطاعة يلاقي نفسه خلاص إن الحاجات دي ما بقاش متعلق بيها. يعني أثر الاستقامة. كان أحد الصحابة سأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، قال له يعني ما معناه؟ يعني انصحني بكلمات تعصمني. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة من فعشان كده احنا نقدر نقول ان الاستقامة في الافعال هي من ادلة قبول الاعمال. تمام. حاجة تاني ممكن نلاحظ بيها، احنا نعرف بيها اذا كان عملنا ده قبل ولا ما قبلش. عارفة كده لما بنزرع زرعة في ارض معينة، امتى ازاي نعرف ان احنا زرعنا صح؟ لما الزرعة بتكبر معايا، ولو هي بتطلع ثمرة او وردة او زهرة بتظهر. اول ما الاقي ثمرة للزرعة بتاعتي دي اعرف ان انا كده زرعت صح. فلو لقيت ثمره لعباداتي ولطاعاتي على نفسي يبقى انا كده الحمد لله عباداتي دي قبلت. تمام. وكان احد الصالحين بيقول ايه؟ بيقول: من وجد اثر ثمره عاجلا كان ذلك دليل على القبول اجلا. او تمام. كان ذلك دليلا على قبولها اجلا. فلو لقيت الثمره من دلوقتي فهي ان شاء الله عملي ده مقبول عند الله عز وجل. طيب، هل المفروض ان انا الثمره دي الاحظها على طول ولا قد تتاخر علشان ربنا عايزني اداوم اكتر علشان ما بعدش عنه؟ لانه ممكن بعض الناس بعد ما يجي وقت شويه كده ويلاقي خلاص ربنا بيكرمه فبيتلهي، يعني بيتاخد كده في مشاغل الدنيا يرجع تاني. ده مش دليل عدم قبول العمل. ده احيانا كلنا بيحصل للانسان احيانا لحظات فتور، فيعني ايه ما بيكونش بنفس الحماس والنشاط اللي بيكون حاسس بيه في موسم الطاعات اللي بنكون كلنا فيه بنتعبد الى الله عز وجل وبنشجع بعض. فلكن عليه ان هو يرجع تاني، عليه يذكر نفسه بالمعاني اللي كان بيشعرها لما كان بيطيع الله عز وجل. نعم. ويعني ممكن يستعين على ذلك بالصحبه. يعني الانسان لو عنده صاحب
خير كده وصالح بيشجعوا على العمل الصالح، عشان كده بيقولوا الصاحب ساحب. فعلى زي ما يكون صاحبك انت كمان هتكون. طيب فعشان كده علينا ان احنا نخلي اولادنا دايما في بيئه صالحه، ونحاول نوجد لهم اصدقاء صالحين. تمام، ايه نوعيه الاعمال اللي انا ممكن اعملها في الفتره اللي بعد العشر ايام؟ زي ما قلنا كده احنا قضيناهم وعملنا فيهم كل الطاعات اللي احنا نقدر نعملها والحجاج رجعوا، فايه بقى الاعمال دي؟ هنعرف طبيعه الاعمال، ولكن خلينا نخرج لفاصل فاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى. بجد الترحيب بحضراتكم مرة أخرى. المداومة على الطاعات والعمل الصالح، وإيه طبيعة الأعمال اللي احنا نقدر نعملها علشان ربنا يكون بيتقبل مننا هذه الأعمال، ونكون فعلا بنؤدي الطاعات زي ما ربنا طلب مننا؟ هنعرف ده، وخليني أجدد الترحيب بيك يا دكتورة زينب. قولي لي إيه طبيعة الأعمال اللي أنا أقدر منها أؤدي طاعات بعد انتهاء العشرة الأواخر، وكمان بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك؟ كل الأعمال اللي الإنسان كان بيعملها أثناء العشر الأوائل من ذو الحجة عليه إن هو يواظب عليها بعد انتهاء العشر من ذو الحجة. يعني قراءة القرآن الكريم، ذكر الله تعالى كثيرا، التهليل، التكبير، ومن طبعا من أهم الأعمال هو رعاية الآخرين، يعني زي الصدقات، ونشوف مين الضعيف ونقف جنبه. الإنسان يعني نكثر من الأعمال اللي بتعود بالخير كمان على غيرنا من العباد، يعني لأن من أحب الأعمال إلى الله تعالى إن الإنسان يكرم عباده. تمام، صلة الرحم دي بتكون من الأعمال اللي فيها طاعات وخير؟ لأن احنا كنا بنتكلم دايما في الحلقات اللي قبل العيد، كنا بنقول انه الناس شوية ما بتوصلش الرحم، وأهم حاجة ان احنا نصل الرحم قبل ما نأدي فريضة الحج. فهل دي المفروض ان احنا نكمل عليها، ولا احنا عملنا الواجب وخلاص؟ هو أصلا موسم، يعني احنا دلوقتي في تاني يوم من أيام العيد، وأكتر الأوقات اللي الإنسان لازم يكون فيها حريص على صلة الرحم هي أيام الأعياد. لأن الأعياد يعني جعلت يعني للبهجة وللسعادة، والإنسان دايما بيسعد لما بيتواصل مع أهله وأحبابه. فصلة الرحم عبادة في حد ذاتها مطلوبة في كل وقت، لكن هي بتكون أكثر طلبا في أيام الأعياد. طيب تعالي نشوف رأي الناس. كاميرا الناس نزلت سألت الناس في الشارع عن إزاي يداوموا على أعمال الخير والطاعات بعد الانتهاء من عيد الأضحى. تعالوا نسمع ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. والله بتختلف بين واحد والتاني على حسب اجتهاده الشخصي. في ناس بتحاول تواظب على القرآن، بيبقى في ورد يومي ليهم. في ناس بتحاول تجتهد في الصلاة. أنا شخصيا يعني بحاول ألتزم على قد ما أقدر، في أذكار، في ورد ليا يوميا الحمد لله. لي دايما ذكر معين بواظب عليه، زي أذكار الصباح، أذكار المساء، الحاجات دي، أذكار الأحوال دي مهم جدا إن أنا أواظب عليها. المداومة على الذكر دايما بتنتشر الواحد لما بيجي يقع، لو حب يقع هتلاقي الذكر ده بيساعده تاني ويقوم تاني. طالما الانسان اتعود خلاص هو متعود، انما مثلا في بعض الشيطان بيضحك عليه، بيكسل، فدي واجب على البيت مثلا الاب الام الاخ الاكبر ينصحهم انه مثلا روح صلي، اتوضى، تعالوا نتوضى نصلي سوا انا وانت الاب في البيت مثلا، يا اخد ابني اقول له تعالوا نروح الجامع سوا. اهم حاجه الصلاه، يداوم على الصلاه والصوم اثنين وخميس ان شاء الله، لو مش هيقدر اثنين وخميس يبقى عليها ثلاث ايام الايام القمريه. هو حضرتك طالما اتعود على حاجه لازم يعملها، واخد بالك؟ والمفروض يعمل لو بالقليل، بيطلع مثلا 10 قروش، يطلع 5 قروش، واخد بالك؟ ويلزم نفسه بالطاعات، لان دي اهم حاجه. ال 10 ايام دول يعني عند ربنا، ال 10 ايام دول اهم حاجه عند ربنا، خير من الجهاد. فهو هيلزم نفسه حتى بالقليل، اهم حاجه يعود نفسه بس عليها. خير الاعمال ما دام ولو قل. فانا لو عملت الاعمال اللي كنت بعملها في ذو الحجه باجتهاد ومتفرغه لها تماما، او كنت بعملها في رمضان متفرغه لها تماما، لا انا لو عملت حاجات قليله كل يوم بس ولو دامه ولو قل،
ده هيخليني افضل من ان انا اترك الاعمال خالص واستنى الموسم بتاعها ان انا اعمل فيها. انسان بطبيعته لما بيعرف فضل الحاجه بيستمر عليها وبيعملها، يعني لو طالب عرف فضل المذاكره ان هو بالمذاكره دي هينجح او هيجيب امتياز فاكيد هيذاكر مهما كان التعب بتاعه. فبرضه اما الواحد بيعرف فضل قراءه القران او فضل الذكر او فضل الصدقه او فضل الصيام اكيد هيواظب عليهم ويستمر. يعني زي ما سمعنا رأي الناس في الشارع بيحاولوا بقدر الإمكان إن هم يدوموا على الطاعات وأعمال الخير، ربنا يثبتنا إن شاء الله ويثبت مشاهدينا الكرام على مداومة هذه الأعمال. تاني أيام العيد بيسمى بيوم القر، ليه يسمى بهذا الاسم وما معنى القر؟ تاني أيام العيد وهو من أفضل الأيام عند الله عز وجل، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. يوم القر ده اللي هو يوم اللي هو اليوم اللي بيستقر فيه الحجاج على جبل منى، وعشان كده سمي يوم القر لان هم كلهم بيكونوا فارغوا من اغلب مناسك الحج فبييجوا على جبل منى وبيقعدوا يتفرغوا لذكر الله تعالى، وعشان كده سمي اليوم ده يوم القر. طيب احنا في التاني ايام العيد ومن اول ايام العيد بنبتدي ان احنا نضحي ونهادي اقاربنا واصحابنا وجيراننا، دي حاجة من الحاجات اللي بتبعث الفرحة، ولنا الهدف من هذا الامر. الهدف من يعني الاضحية في حد ذاتها هي سنة مؤكدة على المستطيع انه يفعلها، وهي برضو مظهر من مظاهر البهجة والسعادة في العيد. نعم. بنجمع كده كلنا والأطفال بيقفوا ويتفرجوا على الأضحية. وبعدين بتزيد السعادة دي بقى لما بنبتدي نوزع لحمها ونهادي بيه جيراننا وأحبابنا وأصدقائنا. فالهدف من كده يكون في تواصل وإظهار معاني البر والود ما بين الناس وبعضها. وعشان كده الأضحية مش شرط في توزيعها ان هي كلها ان هي تخرج بس للفقراء، لا، هو في جزء منها للفقراء لكن كمان في جزء منها بيكون للأهل والأقارب. طيب قوللنا دايما في العيد بيكون عايزين نروح نزور أقاربنا المتوفين، وبيكون في بعض الناس تقولك لا احنا ما نروحش في العيد علشان العيد هو للبهجة والسرور مش عشان نتذكر الأحسان، فقوليلي ايه المستحب؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتاد في صلاة العيد ان هو يذهب من طريق ويرجع من طريق اخر. تمام. لما جينا نقرأ في سبب فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، الشراح قالوا ان هو كان بيقصد يعني ان هو يسلم على الناس في الطريقين، فيسلم على عدد كبير، فيسلم على عدد كبير وهو رايح ويسلم على عدد كبير كمان وهو راجع. وكمان علشان يزور الاموات والمقابر اللي في الطريقين. فورد من فعل سيدنا النبي في العيد ان هو كان بيمر على المقابر وبيسلم على اهلها. لو كان ده محظور كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في العيد. وكمان ورد عن السيدة فاطمة بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان هي كانت تداوم على زيارة سيدنا حمزة، قبر سيدنا حمزة، في كل جمعة، والجمعة عيد من اعياد المسلمين. نعم. لكن المعنى بقى ان الناس اللي بتقول بلاش نزور العيد في الاعياد، المقصد من ده ان ربما يكون زيارة المقابر مما تجدد الاحزان. فعشان العيد ايام سعادة وايام سرور فبلاش نروح للمكان اللي بيكون فيه سبب لتجديد الحزن. طب نفك الاشكال ده ازاي؟ بالظبط، يعني انا عايزة اروح وفي نفس الوقت لما بروح بتذكر مثلا امي او جدي او اختي، وغصبا عن الانسان ممكن يبكي. بالظبط، ده هيرجع لحال السائل او لحال الانسان. لو فعلا زياره المقابر هتؤثر عليه بالسلب وتخليه وتجدد عنده الحزن، خاصه لو كانت الوفاه قريبه. نعم. فقطعا هيروح هناك هيتاثر وهيحزن وده هيفسد عليه فرحه العيد. ففي الحاله دي هننصحه ونقول له بلاش تزور المقابر في الوقت ده علشان معنى تجديد الاحزان. نعم. طب لو هو لا مش هيحصل، في ناس لما بتزور اقاربها واهلها اللي توفوا بتشعر بالانس معهم وبتحس. نعم. كمان ان هي ادت حقهم عليها وبراحه، يعني انا من الناس اللي لما بتروح المقابر بحس براحه غريبه. بالزبط. ما اعرفش ليه بتحسي كده انك وصلتي اقربك اللي فارقتيهم. وبتحسي بالصله وان هم يعني اديتي حقهم عليكي كانك رحتي قعدتي معاهم. بالظبط، فلو هو ده المعنى اللي هيتحقق وده بيعود عليه بشعور بالسعاده. نعم. انا زرت بابا فانا سعيده، انا عملت حاجه حلوه ومبسوطه وانا هناك، لا يعني ولا حاسه ان انا ببكي ولا يعني في ضجر من فراقه او كده. ففي الحاله دي لا، يزور ويقرا قران ويعيد عليهم ويحس بالانس والوصل معاهم.
طيب يبقى كده ما فيش اي مانع ان احنا نزور اقاربنا او اهلنا المتوفين طالما ده لا يجدد الاحزان في نفوسنا مره اخرى. بالظبط، اذا التزم المسلم بضوابط زياره المقابر فلا حرج عليه في زيارتها في العيد. ومما يؤكد جواز زياره المقابر في الاعياد ان من مما يستحب للحجاج فعله بعد الفراغ من قضاء شعيره الحج ان هم يزوروا البقيع، والبقيه دي هي مقابر المدينه. تمام. وعشان كده دايما في رحله الحج بيكون في الجدول كده بتاعهم زياره البقيه، هي قبور الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. رضي الله عنهم وارضاهم. طيب خلينا نخرج لفاصل ونرجع نستكمل مع حضراتكم مره اخرى. بجد الترحيب بحضراتكم مرة أخرى في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. أنا كحاج بعد قضاء مناسك الحج ورجعت، ممكن يكون في حد من العباد لي حق عندي، إيه اللي أنا المفروض أعمله؟ أقضي هذا الحق؟ وهل كده ربنا تقبل مني فريضة الحج وأنا علي حق للعباد؟ ده اللي هنعرفه من دكتورة زينب. بجد الترحيب بك يا دكتورة زينب. أنا دلوقتي سافرت ورحت وأديت كل المناسك ورجعت لبلدي عادي جدا، وحد من العباد لي حق عندي، فالمفروض هنا ان انا اقضي هذا الحق في هذا التوقيت، وهل ربنا تقبل مني هذه الطاعة في حتى لو انا ما قضيتش الحق بتاع العبد ده قبل ما سافر؟ تمام، كلنا عارفين ان اداء فريضة الحج بتغفر للانسان جميع ذنوب عمره الا حقوق العباد، فحقوق العباد موقوفة على الإبراء من العباد، إما إن أنا أوفيها وإما إن صاحب الحق يبرئني من الحق ده ويسامحني فيه. تمام. يعني الأداء أو الإبراء. فطيب ده لو أنا عارف صاحب الحق عليا فورا إن أنا بعد ما أرجع من أداء فريضة الحج إن أنا أروح. يعني هنا نقدر نقول إنه ده مشروط تقبل الطاعة أو الفريضة بإن أنا أرجع أقضي حق عباد؟ الفكرة إن إحنا عايزين صحيفتنا تكون بيضاء. فربنا طيب. غفر ذنوبي اللي متعلقه بالله عز وجل، تقصيري في حق الله عز وجل ده ربنا غفره لي ان شاء الله لما يكون حجنا حج مبرور. طيب. لكن حقوق العباد لا، دي لسه مكتوبه في صحيفتي، فعلشان اطمن ان صحيفتي رجعت بيضاء وبكتب فيها كيوم ولد الانسان، فعليه ان هو يذهب لاصحاب الحقوق ويطلب منهم لا اما يؤدي الحقوق لا اما يطلب منهم الابراء منها. تمام. طب لو هو مش عارف صاحب الحق يعني ربما احنا قاعدين في قاعده اتكلمنا على حد كلمه دون قصد، لكن هي تاذيه، هي اختبناه، هي تضره، او كان حد امننا امانه وما قدرناش نوصلها، ايا كان من حقوق العباد، علينا نعمل ايه في الحاله دي؟ ان احنا اولا ندعي ربنا ان هو يغفر لنا ما نعلم وما لا نعلم من حقوق، من تقصيرنا في حق نفسنا او في حق غيرنا، ان احنا نستغفر لاصحاب الحقوق علينا، يعني نداوم على الاستغفار ليهم، ان احنا نتصدق عنهم وننوي باستغفارنا وبصدقتنا ان هي تصل اليهم كفاره عما بدر في حقهم مننا. ان شاء الله ربنا يغفر لنا، وفي الاخر لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فلو انا مش عارف هي دي الوسيله اللي انا اقدر بيها وكفر عن حقوق العباد. طيب نكرر هذا الامر عشان لو حد مش عارف هو يعمل ايه نقول له تاني، نقول له ايه؟ على كل انسان ظلم حد او اختاب حد او اتكلم على حد كلمه تاذيه او تضره وهو مش عارف يوصل له دلوقتي عشان يطلب منه ان هو يسامحه او علشان يؤدي الحق اللي عليه ان هو يستغفر له، يتصدق عنه، وينوي ان صدقته واستغفاره دي كفاره، هي هديه بيهديها ليه مقابل الإساءة اللي صدرت منه اتجاهه. تمام. وينوي ان ربنا يكفر عنه تقصيره ده بالاستغفار اللي استغفره للعباد. دي حاجة، لكن في حاجة تانية برضو. نعم. اللي هي بقى بنتكلم عليها ايه، ان التقصير في حق العباد او اكل حقوقهم دي معصية، فنبتدي بقى نروح للشروط التوبة من المعصية. يعني انا لازم اتوب عن هذه المعصية، اتوب طبعا عن المعصية دي. فابتدي بقى ان انا طبعا التوبه من المعصيه ليها ثلاث شروط، وهي الاقلاع عن الذنب، ان انا ما ارجعش تاني اختاب حد او اتكلم عليه، ان انا اندم على فعله. الشرط الثالث هو العزم على الا يعود لذلك الفعل مره اخرى. ان انا ما اكررش، يعني اول حاجه ان انا ما اكررش الفعل، اندم عليه ويعني اعتزم، يكون جوايا عزم ونيه ان انا مش هرجع اعمل التصرف ده تاني. طيب انا دلوقتي لو ليا حق عند حد وهو مش عارف الحق ده، هنا واجبي ان انا اروح اقول له علشان هو لو يقدر يرد لي حقي ده يرده لي او يستغفر عنه يبقى انا بديله الفرصه، ولا ما اقولوش ما بلغوش؟ لا، طول ما انا ليا حق عند انسان وانا عايزه حقي
فانا عليا ان انا اروح ابرئ ذمته، يعني ده انا كده بهديله هديه، ان انا بقول له انا ليا عندك حق وانت ناسي، فرجع لي حقي. فانت كده اخبرتيه، كان هو بقى يعني انصف من نفسه ورد لك حقه، فانت اهديتي لي هديه كده. حتى لو انا عارفه ان هو يعني مثلا انا حد ظلمني وعارفه ان هو عارف ان هو ظلمني، انا ممكن برضو ابادر ان انا اقول له انت ظالمني وانت عندك حق وكذا وكذا وكذا، علشان اديله برضو فرصه، ولا انا كده بركبه ذنب اكبر؟ سيدنا النبي قال ان لصاحب الحق مقاله، يعني انت صاحب حق فاطلب حقك، وما ضاع حق وراءه مطالب. نعم. عليك ان انت تبادري بطلب حقك وتسعي لأخذه. قدرتي تاخديه كان بها، ما قدرتيش وقدرتي تسامحي فده كويس. تمام. ما قدرتيش تسامحي فخلاص، فهو في حق في رقبة اللي هو استحل الحق ده. يبقى انا اللي بيبقى في ايدي بعد ما حد يظلمني ان انا اقرر ان هو ده كده انا بقيت صافية النية وسماح ولا لا، لانك صاحبة الحق. انت اولى الناس بالمسامحة عن حقك او طلبه او اخده. أنا ساعات بيجي في بالي سؤال، اللي هو أنا ممكن أظلم حد بدون ما أبقى قصده، أو ممكن تقولي لحد الظلم ده أو بتجرحي مشاعره بكلمة وانت في حياتك اليومية وانت ما تعرفيش، أبعد عن ده إزاي؟ أو أبعد عن الهاجس اللي أنا ممكن أكون حاسة فيه أن أنا بظلم حد؟ صحيح، كلنا بنتعرض لفكرة أن أنا أقول كلمة وأنا ما أقصدش أبدا أأذي بيها حد، فأتفاجئ أن حد بيجي يلومني ويقولي أنت لما قلتي كده جرحتيني. فلما استحضر الموقف كده اقول انا فعلا ما كانش ينفع اقول كده. فاحنا في الحاله دي هو برضو هنقول ان هو نستغفر لكل اصحاب الحقوق، نتصدق بنيه ان ربنا يجبر كل الهفوات الصغيره اللي بتحصل مننا بدون ما نقصد، وبعدين بقى نكون احنا رقيبين على انفسنا. تمام. يعني التعامل مع الاشخاص بيكون متفاوت. يعني احيانا بعض الاشخاص انا بكون عارفه ان الشخص ده حساس قوي، فببتدي يعني اكون باخد بالي قوي وانا بتكلم معاه، لان انا عارفه انه بينجرح من اي كلمه، بيتاثر يعني باي لفظ، فخلاص هتعامل معاه على اساس شخصه. يعني بتعامل معاه على رؤيته هو، مش على ما انا شايفه ايه، مش حكمي انا. بالظبط. فلو انا حسيت ان هو اتضايق، حتى لو انا مش شايفه ان هو ليه حق في دوت، فانا ارد ده لانه ممكن يكون مظلوم فعلا، وممكن يكون اتاذى فعلا. هو ممكن يكون اتاذى، فان انا اعفي نفسي ان انا دايما اتصدق بنيه ان انا ما ابقاش ظلمت عن الاشخاص اللي ممكن نكون ظلمناهم من غير ما نشعر. هل في دعاء معين اقدر اقوله عشان ابعد عن ظلم العباد، او ابعد عن حد حتى ان هو يظلمني؟ ان احنا ندعي ربنا انه يغفر لنا ولمن قصرنا في حقه دائما. خلينا نخرج لفاصل ونرجع نستكمل مع حضراتكم مره اخرى هذا الحوار. بجد الترحيب بحضراتكم مرة أخرى. ممكن يخطر في بال بعض الناس اللي عايزة تسافر لأداء فريضة الحج، أو كانت عايزة تسافر لأداء هذه الفريضة، أو حتى لنفسها تعمل عمرة طول الوقت وبتتمناها من ربنا وربنا ما بييسر لهاش هذا الأمر، فتقول إيه؟ هو ربنا مش عايزني أروح ليه؟ هو ربنا غضبان عليا؟ هو أنا بعمل حاجة مش صح علشان كده ربنا مش ميسر لي الأمر، أو مش بيكتب لي أداء هذه الفريضة، أو حتى إن أنا أعمل عمرة؟ نعرف إجابة هذا السؤال من دكتورة زينب. بجد الترحيب بك يا دكتورة زينب. قولي لي، ممكن ربنا لما بييسر ليش أنا كل سنة أنوي أن أنا أروح أعمل عمر، أو أنا نويت السنة دي أن أنا أقضي فريضة الحج ولكن ربنا ما يسر ليش الأمر، هل ده ممكن يكون من ضمن أسباب غضب ربنا عليا؟ جميل. أقول لحضرتك يا أستاذة قاعدة جميلة أوي نجاوب بيها على السؤال ده. نعم. في قاعدة كده بتقول العبرة بمن صدق ليس بمن سبق. بمن صدق ليس بمن سبق. ليس بمن سبق. الحجاج سبقونا، احنا لسه ما رحناش، بس احنا جوانا الصدق في ان احنا عايزين نروح قوي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه في المعنى ده؟ بيقول ان من صدق في طلب الشهادة نوله الله اجر الشهداء ولو مات على فراشه، او من سأل الشهادة بصدق بلغه الله اجر الشهداء ولو مات على فراشه. نعم. يعني خد نفس الاجر لكن هو في بيته، ولا غزا ولا جاهد ولا ايه، هو في بيته لكن هو من جواه عايز يروح قوي. وبرضه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه ايه؟ بيقول لهم في غزوه من الغزوات، ان في المدينه اناسا ما قطعتم واديا الا شاركوكم الاجر، منعهم العذر او حبسهم العذر. يعني انتم ما اتحركتوش حركه ولا فعلتم فعل
في غزوتكم او في جهادكم الا وهم في المدينه في بيوتهم شاركوكم نفس الاجر. ليه؟ لان هو منعهم العذر. نعم. وفي اثر كده جميل بيقول ايه، بيقول ان هناك اناسا يذهبون ليطوفون بالبيت، وهناك من ياتي البيت ليطوف بهم. ده من شده صدقهم وتعلقهم بانهم عايزين يروحوا. نعم. فكان الله عز وجل بيقول لهم انتوا اتمنعتم، البيت نفسه هو اللي هيجي يطوف بيكم. ده يعني مبالغه في قدر ان يعني النيه رغبتكم واصله. بس فعشان كده احنا بنقول للي صدق في العزم لكن منعه العذر، ان شاء الله انت اخذت اجر الحاج وانت قاعد في مكانك، وهم سبقوك السنه دي، انت ان شاء الله تكتب ليك في العام القادم. طيب يعني انا شخصيا كل سنه بيبقى عندي نيه ان انا اروح اعمل عمره، ولكن ربنا ما بيكتبها ليش، بقول ايه لا ده لسه وقتي ما جاش، او ممكن الظروف طبعا بتبقى، ممكن الماده احيانا، ممكن الشغل احيانا، فكده هنا انا ما احسش انه ربنا لا مش عايزني اروح دلوقتي. منعكي العذر وان شاء الله اخدتي اجر العمره في كل عام نويتي فيه انك تروحي وما قدرتيش. حتى لو ما قدرتش ان انا اعمل ده خالص هتاخدي اجره. هتاخدي اجره ان شاء الله. في بيت شعر جميل كده في المعنى ده بيقول ايه، بيقول يا راحلين الى البيت العتيق صرتم جسوما وسرنا نحن ارواح. نعم. انا قعدنا على عذر، او انا اقمنا على عذر، ومن اقام على عذر كمن راح. يبقى انا كده بتحسب ليا كانه راح بالظبط اللي انا عايز اعملها. صحيح، العمل بالنيات. طيب في سؤال جاي لنا على السوشيال ميديا بخصوص الأضحية، هل ان انا ينفع او يجوز ان انا اعمل أضحية عن غيري؟ تمام. الأضحية عن الغير ليها ثلاث صور. الصورة الأولانية ان يكون الغير ده سواء لو كان من الأموات فيكون وصاني ان انا اضحي عنه. تمام. فساعتها في الحالة دي بيجب علي تنفيذ الوصية والأضحية عنه. طيب ممكن يكون ما وصانيش لكن انا عايز اشركه معايا في النية، فانا بقول انا بضحي عني وعن كذا وعن فلان. تمام. في الحاله دي برضو بيجوز اشراك الغير في الاضحيه، لان اصلا الاضحيه دايما بتخرج عن الرجل واهل بيته، فمعنى كده ان هو بيشرك غيره كمان في اضحيته. طيب يعني انا ممكن اضحي عن حد عايش وعن حد ميت؟ ينفع اضحي عن حد عايش اشركه معايا في الاجر. طيب لازم يكون هو وصاني قبل ما يموت ان هو انا اعمل اضحيه؟ لا مش لازم، ممكن يكون حد من اهلنا توفى وانا عايز اهبه ثواب الاضحيه. تمام. فهو هيكون من باب الصدقات والتصدق عن الأموات جائز بلا خلاف. تمام. طيب هنا في سؤال دايما بيقولك طب أنا أضحي هنا في بلدي، ولا ممكن مثلا أنا الفلوس اللي معايا أقدر أضحي بيها في بلد آخر فممكن أعمل ده، فهل هنا بيكون برضو بينطبق عليه أن أنا ممكن أضحي عن حد تاني في بلد آخر؟ الأولى أن أنا أضحي في بلدي لو كان أهل بلدي محتاجين للأضحية دي، لان دايما زي ما احنا عارفين الاقربون اولى. طب لو في بلد تانية فيها فقراء ومحتاجين للاضحيه ينفع ان انا ليا زي الصكوك ان انا اضحي في البلد التانية وهاخد اجر ثواب الاضحيه كامل، ولكن اشوف انا محتاج الاول في الناس اللي حواليا على سبيل الاولويه مش الالزام، على سبيل الاولويه. طيب هنا في ما يخص الاضحيه برضو، انا جيراني واصحابي المفروض ان انا ادي لجيراني، يعني هل يجوز ان انا اهب هذا الامر لجاري؟ ده من المستحبات. احنا لسه كنا بنقول ان الأضحية بتقسم ثلاث أتلات، وان تمام. في تلت منهم بيروح للأقارب. والجيران دول من أقرب الناس لينا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصى على الجار حتى ظن أنه سيورثه. تمام. او حتى ظن أنه سيورثه. قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فجيراننا دول طبعا دول يعني احنا بنقول ايه، احنا بتقفل علينا باب واحد، فربما بشوف جاري اكتر ما بشوف حد من اهلي. فطبعا طبيعي ان احنا نتهادى بالهدايا بيننا وبين الجيران. طيب انا دلوقتي في هذه الايام المباركه وتاني يوم العيد ممكن دايما كده بيقولك في ايه، بيحصل خناقه او مشكله بتحصل ما بين الزوج والزوجه، وجاي لنا برضو سؤال في هذا الامر انه بيبقى في خلاف دايما في ايام العيد، بيقولك دايما كده ايه بيبقى الشيطان حاضر، فهنا نعمل ايه علشان نبعد عن هذه المشكلات؟ احنا بس عايزين نستحضر ان الله عز وجل جعل لينا الاعياد عشان هو عايز يسعدنا، يعني بعت لنا هديه كده بيقول لكم يا جماعه افرحوا، انا عايزكم تفرحوا. فليه الانسان ينكد على نفسه ويرد الهديه دي؟ صحيح. طب الانسان بقى دلوقتي الخناقات دي انا عشان اكون اشعر بالسعاده، يعني العلماء بيقولوا ان شعور الانسان بالسعاده بيزيد لما بيسعد غيره. نعم.
فهو هبة السعادة تسعدني، فأنا أولى الناس بأن أنا أسعده هو الزوج والزوجة، يعني كل واحد فيهم يفكر بأن زوجتي دي هي أقرب حد ليا، فأنا لازم أجعلها تشعر بالسعادة خاصة في أيام السعادة اللي هي أيام الأعياد. أيام الأعياد فهو لو كل واحد فكر بالمعنى ده وحاول أنه يتجاوز عن الصغائر وعن الأمور البسيطة اللي بتحصل ما بين كل زوجين، هيحافظوا على أيام العيد ويكون فعلا أيام سعادة زي ما ربنا أراد منها. طيب يعني وإحنا في تاني أيام عيد الأضحى، ممكن الناس أول يوم بتنام وترتاح وتبتدي بقى تشوف هي هتعمل إيه في تاني الأيام، قولنا إيه اللي المفروض نعمله كده على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في ثاني أيام عيد الأضحى؟ هو صحيح ان اول يوم كلنا بنرجع تعبانين من الصلاه وبنتزاور زيارات الناس القريبه مننا والاضحيه ان كان البعض بيضحي، فخلينا بقى تاني يوم عيد ده تاني يوم العيد يعني نتواصل ونصل الناس يعني اقاربنا اللي في بيننا وبينهم مسافات. نعم. ومش مش اللي بيزورونا واللي احنا متعودين نزورهم على طول، لا، اللي في بيننا وبينهم يعني عدم وصل او منقطعين عنهم. التواصل ما بيننا وما بين بعضينا ده اهم حاجه يعني، وخاصه لما بنبقاش بنوصلهم طول الوقت. ايوه بالظبط، ده اولى ده اولى. وكمان في العيد عاده جميله جدا للمصريين وهي العيديه. العيديه دي من الحاجات اللي بتفرح جدا الاطفال والزوجه كمان والزوجه طبعا. صحيح. والمصريين بيعملوا حاجه جميله كده وما يعرفوش ان ليها اصل، بيكونوا حريصين في اعطاء العيديه بانهم يجيبوا فلوس جديده، فلقينا كده دايما بنيجي قبل العيد بكام يوم بنحاول نجيب فلوس جديده علشان نديها للناس جديده، للاطفال اللي في عيلتنا جديده. المشهد ده ليه اصل في سيره سيدنا النبي، ان السيده عائشه رضي الله عنها كانت بتعطر النقود قبل ان تخرجها، فهي برضو كانت بتكون حريصه على انها ما تديش فلوس وخلاص، لا دي كانت كمان بتعطر النقود علشان قبل ما تديها للناس، فيبقى نجيب الفلوس الجديده ودي تبقى من سنه النبي صلى الله عليه وسلم لفعل السيده عائشه رضي الله عنها. الله يخليك يا رب. انا بشكرك يا دكتوره زينب، شرفتينا ونورتينا، وكل سنه وحضرتك طيبه ودايما طيبة. بنسعد بوجودك معانا، كل سنه وحضراتكم طيبين. نوصل الرحم في ثاني ايام عيد الاضحى، نخرج وننبسط، ربنا بيحبنا زي ما بنقول فرحانين، واستنونا الاسبوع الجاي ان شاء الله بعد أجازة العيد في حلقة جديدة الأحد بإذن الله من برنامج حواء.